السياسة أشبه بلعبة الشطرنج. ليش ما بترسميها لحالك؟ لأنها صعبة وأنت شاطر. خلص هلأ روحي ضبي أغراضك وجهزي حالك عشان ما نتأخر، بعدين منناقش هالموضوع. ماما؟ ماما؟ لك شو باك؟ شو باك مشلوش من الصبح وشالشنا معك؟ تفضل حبيبي. نظاراتي شمسية شفتي لي إياهم؟ شو؟ وين حاططهم؟ ماما الله يخليك لا تبلش تسأليني هاي الأسئلة الذكية. شو هاي الأسئلة الذكية؟ الأسئلة يلي بيسألوها العالم لبعضهم بس مشان يزيدوا شوية وقت. هاد كل واحد قدامه بيقول له شو اجي، ثاني بدي اقول له على الأرضي بيقول له شو وينك. هذا يلي بشوفه منهنها من البكي منهنها، طلع عليه هيك عم تبكي، والثاني بيكون عيونه مبجبجين هيك من النوم بيسألوا شو فقت. أيوه. والمزيد من الأسئلة الذكية اللي ما لها طعمة. بونجور لك. بونجور بونجور ولا بونجوز؟ نظاراتي. عفوا رامي، بس كنت مفكره لمحمود. لا ما في مشكله، بس اليوم عندي جلسه فوتوسيشن بعد المدرسه. حلو، مع مين؟ رفيقتي نتال تشتغل بشركه اعلانات وقررت هيك تجرب وشي على اعلان نظارات. شو جد يعني بده يصير معك مصاري؟ ما اكيد، لا هي مساعده لنتال. طيب وليك قد ايه بتاكل وقت؟ يعني شي ساعتين ثلاث ساعات هيك قالوا لي. فيني اروح معك؟ اكيد، ولو اصلا انا حكيت لها لنتال عنك وكثير حابه تشوفك، معناها اليوم بعد المدرسه نلتقى باطلال كافيه، بتعرفها؟ اكيد بتعرفها. اكيد بعرفها. خلص اتفقنا. اتفقنا ولا اتنمنا؟ يا لارا يلا باي باي. صحيح منو ما عندك شغل انت؟ لا حبيبي، اخذه اجازه يومين مشان لحق اشوفك منيح. رح اعملكم معناتها اطيب فنجانين قهوه. يا سلام يا سلام. الله يا جدو على هالغنيه الرايقه. لك يفرحني فيك. اسمعوا لي على هالنكته جديده ما اقواها. قول. قال في واحد عمل ايميلين. ايوه، واحد دوت كوم للشتوي وواحد نص كوم للصيفي. اسمعوا اسمعوا لساي اجدر. قال ليش في واحد بيعزم دائما رفقاته على السطح؟ ليش؟ لانه رفقاته سطحيين. ولك شبك كأنك طالب بالاستثناء وراكب وراك كلب شعاري. ولك انطول شبك. ها عمي لعبنا لعبة الكلام. لا مو معقول هيك من الصبح. ما ابني كل شيء وارد يعمله بالوقت الغير المناسب. كم كلمة؟ كلمتين. عمي ولا فصحى؟ الأولى لوح. أبيض. أرقام. كويس. والثانية 42 صوب بعض، خطين متوازيين لا يلتقيان. ال واحد أكل بوكس ووشه مفعول فعال. عم تطحن نعناع وترشان على السلطة. عم تزت نرد على طاولة الزهر. يعني قصدك أرقام لعبة الطاولة. درجة ياك دشاش الدرجة. لا قصده يمكن عدد حجار الطاولة الرقم 15. الحظ، أرقام الحظ. آه.
محمود عم بيقول انه شاف ارقام الحظ هدول بمنامه. وعم بيقول انه هذا المنام كان على شكل كابوس وانه كل هدول الارقام كانوا وحوش وعم بيحاولوا انه يقتلوه. وعم بيقول كمان انه طلعت له بنت بالمنام حلوه كثير 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 بتشبه غالية بنت جيرانكو القديمه. مين غالية؟ يبعث لك الهنا يا محمود، يبعث لك الهنا. ولك شو يكوني حتى بالمنام. عم بيقول انه السيليكوني بس حلوه كثير، يمكن تكون ساحره ويمكن تكون جنيه، بس اللي بيعرفوا اكيد انه قالت له اذا بيتذكر هدول الارقام رح يصير غني كثير، وهلا هو متذكرهم كلهم الا رقم واحد، واخر شيء اختفت وما لقى حاله غير باخر الوادي، وصار يعيط 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 وما يطلع صوته بالمنام. يعني انت هلا ما عم تقدر تحكي؟ قول لشوف قول. هو طيب. خايفان لا يقوم ما يقدر يحكي مره ثانيه. طيب جرب وقول لا حبيبي حبيبي قول دا 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 دا. يعني انا راح ارتاح من حسك ولعيك وكلامك الى الابد. يي الحياه شو بدها تكون حلوه بدون الايل والال تبع محمود. على فكره بقول لكم انه هو حفيدك وهو ابنك. انا من ناحيتي عندي اكثر من حفيد، بلا ما بقى اسمع هالصوت الحنون. خلص محمود خلص ماما، انا رح اتعاطف معك. عم بيقول شكرا لتعاطفكم. يا علي عليك يا محمود، راحت عليك وانت باول شبابك، ضاع مستقبلك. إيه انت لما كان لسانك ما يفوت لحلقك ما تعرف تعبر عن حالك، هلا شو بدك تعمل؟ ضاع مستقبلك يا محمود ضاع. طولوا بالكم طولوا بالكم، ما بدك هلا لقد القصة، أنا في عندي طريقة بنقدر نساعد فيها محمود، بس خطرة شوي. لا حبيبي لا، خلي هيك مثل ما هو وبكون خلصنا منه. لا بابا خطي، إيه فيدو؟ معلي لو خطرة حبيبي منجربها. يعني منجربها لأنها خطرة؟ قال عم بيقول إنه هو ما عنده ثقة فيني، وقال مستعد يقضي طول حياته بلا صوت بس ما ساعده. حبيبي بما انه هو معتبره هيك خلص اتركه مثل ما هو ومنعتبره وسيطه. لا محمود بدك تجرب طريقه فيدو لو غصب عنك، انا مو ناقصني امراض بالبيت. طول بالك محمود انا معك. أنا شو الطريقه فيدو تقبر قلبي؟ وهي صارت مربوطة منيح، مسكوا منيح جدو. ماسكوا لا تخاف ماسكوا منيح. وهلا فيدو تأمر قلبي، شو الخطوة الثانية؟ الدعاء. شفتوا؟ قلت لكم نجحت الخطة وليك وبين صوته. صوته هو الشيء الوحيد اللي ممكن يرجع منه. يا أبر قلبي يا أبر قلبي متى؟ هدي هدي شدو لا تخاف ما في شيء ان شاء الله. محمود حبيب قلبي خليني اساعدك شوي اذا بدك. اكثر من هيك؟ يعني والله ما فيها شيء، وقعة عادية كلها متر ونص وجنينة وشوية تراب، بعدين نحن كل الموضوع هذا عملناه مشان تروح الرعبة ويرجع صوتك الحلو. هي لك الله ستر انه نحن ساكنين بالطابة الأول. يلا يلا بس رح أجيب لك الإسعافات الأولية وجع. إسعافات أولية؟ نحن عنا إسعافات أولية؟ والله علم علمك يا محمود، هي أول مرة بعرف إنه عنا صندوق إسعافات أولية. لا تعرف إنه فيدو ملاحظته قوية وبشوف لقدام. يقبر قلبي انه استغلالي ويحب يبحبش بغراض العالم. لا تحكي عن فيدو هيك، فوق ما رجع لك صوتك. بدي افهم انتو كيف بتوافقوا تعملوا هذا الشيء معه، كان ممكن يقتلني بصراحة. انا كنت ميال للموت الرحيم. هاي السبيرتو وهي القطن صار جاهز. دمنم بعديلي رأسك بعديلي 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 هيك لحبيب قلبي محمود. تحبك حيا سبع روس محمود. يا رب. طا
طول بقى. شو؟ بعدين ما بدي حدا يقرب على شعراتي انا، وليش بدكم تضمدوني؟ ما فيني شيء انا. دم؟ محمود! 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 فتح عيونه، فتح عيونه! لك قوم، قوم حاج تقلقنا عليك على الفاضي، قوم! بابا! بدك الولد يموت يعني ليكون على المليان؟ خلاص! لا طبعا، بس يعني قلقنا عليه وقلقنا عليه، خلي يفوت بغيبوبه، وين المشكلة؟ الحمد لله على السلامة محمود. الله يسلمك. احكي لنا، شفت ضوء أبيض؟ طيب شفت باب بعيد كبير وصوت عم بينادي لك تروح لعنده؟ طيب ولد صغير عم بيركض قدامك؟ يي لكن ليش بالأفلام بيصوروا وقت واحد بيموت وبيرجع بيشوف كل هودي الشغلات؟ مات؟ أنا ماتت ورجعت؟ في ضوء هيك قلنا. شو عرف الفريدو؟ شو هو طبيب تشريح؟ لأنه ضلت المراية أكثر من 7 دقائق ما عم ينزل عليها ولا نفس، ولو فايتين بالدقيقة الثامنة كنا فتنا موسوعة جينيس، بركي طلعنا من ورا راسك شي كم ليرة. 7 دقائق وما طلبتوا الإسعاف؟ فيدو ما خلانا، قال بركي زبطت التجربة وفتت بجينيس. لكن ما طلبنا سيارة الإسعاف، كنا تبدلنا قدامهم وجبناهم وعزبناهم على الفاضي وكانوا لقوا كفاية. كيف نسيته بس؟ شو هو هذا؟ هدول أرقام شايفهم بمنام وقال بدون يساووا غني، بس نسيان آخر رقم. كيف بيخلوك غني؟ ما بعرف، بس هذا المنام تحديداً له معنى كبير. أكيد بده يكون له معنى كبير، ما زال شايف الجنية اللي بتشبه غالية بنت الجيران. مين هاي غالية؟ هاي بنت الجيران ببيتنا القديم، كان محمود يشوفها حلوة كتير. يقطع عمره ما أميعها. أنا قايمة حط الأكل على النار. كيف يعني حلوة؟ مين بتشبه؟ بتشبه البالون المبوخ كتير واللي رح يبقع من كتر السيليكون. جيجي حبيبي قومي نطلع شوي على البلكون نحكي شوي. محمود أنت لهلا بتشوفها حلوة لهي غالية؟ إيه يعني حلوة. طيب ألفريدو؟ عيون ولا ألفريدو؟ تلعب بلاي ستيشن؟ لك أنا اللي بلعب بلاي ستيشن، بس لكن نلعب ساعة واحدة بس لأنه بعد بدي روح عندي فوتو سيشن. فوتو سيشن؟ يا الله وين ومع مين؟ رامي رفيقته بتشتغل بشركة إعلانات ووعدته أنه تفوتوا بدعاية. قمت أنا فوراً سلتت حالي، أنا بس قلت له لرامي، قلت له بس لو سمحت خدني معك فوراً لأنه شاب محترم ولأنه أكابر، فوراً قال لي تفضل. بدك تروحي معي؟ ايه يا ريت، انا بحلم لو ما كنت عازفه بيانو كون عرضت ازياء وشي موديل للاعلانات. انت موديل؟ ايه ليش لا؟ ما طلعتي حالك بالمرايه قبل؟ شو قصدك؟ قصدي انه لو ما كان اسمك كميله كنت فكرك كميل. انا كميل؟ ايه يعني يلي بشوفك من بعيد بفكرك عمرك 15 سنه او 13 سنه، يعني مبينه ولادي. انا؟ ايه ما بتعرفي؟ لا ما حدا قال لي. لهيك في اصدقاء بالحياة مشان يقول لك الحقيقة. حقيقة؟ يا الله شو انه مسحك تقيل وما بينحمل، لك عم يمزح معقول صدقتي؟ لا ما عم امزح، وما تتدخل بيني وبين كامي. لا ليش ما يتدخل؟ يتدخل، اصلا عرفته كمان صديقي. صديقك؟ من امبارح تعرفتي عليه لسا. الزمن نسبي على قول ترامي. ألفريدو؟ عيونه. إمتى بدنا نروح على الفوتو سيشن؟ بعد ساعة بس. بعد ساعة بكون جاهزة. حمودة؟ هلا بدك تضل قالب وشك هيك؟ والله العظيم ما بتعرف قديش بحبك أنا، والله فريدو لو. عيفني بحالي. مالك شايفني عم ركز؟ هلا من كل عقلك، الأرقام يلي شفتهم بمنامك بدهم يكونوا أرقام حصك؟ لك اي والله لو بدت شدتها كانت غيمت، انسى انسى واسمع لي هالنكته. قال مره في واحد نام ساعه فاق خاتم تن ترررن تن تن. اسمع 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 اسمع، هي اكيد رح تحبها. مره في مهندس كمبيوتر تقتل هو ومرته، قام تهكر مزاجه تن ترررن تن تن. اكر 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 بعدي اكر بعدي. قال مرة في ميكانيكي مصلح سيارات يعني اشترى تخت قام نام تحته تن 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 تن.
غليظة غليظة. هلا مش تحت بيجاما ولا بخليك تلعب بلاي ستيشن مع كاميليا، بس لا تضربني جدو. جدو شو في؟ شو في؟ خل خل شو بك؟ شو صار معك؟ شو؟ صدقوني ما ضربته، هو ضرب حاله. صحيح في مليون سبب اني اضربه، بس انا ما بعمل هيك. لا بلا، هو غيران مني لاني لبست له كنسته الجديده وبيجامته الجديده، ولاني عم بلعب مع كاميليا على بلاي ستيشن. انا خلص ولا كلمه وصلت معك انك تمد ايدك على حبيبي. كيدي بني عليك يا عيب الشر عليك، يا عيب الشر عليك. ادفع هيك ترباية، ادفع. محمود ما توقعت منك ابدا تعمل هيك. بس والله انا ما خلص. يا بتعتذر يا بتروح بتطلع برات البيت وما بترجع من دون ولي امرك، فهمت؟ بابا قصدي ما بترجع بالمره، فهمت؟ بس انا ما ضربته، ليكو كيف عم تطلع فيني؟ ليكو يقبر قلبي، يقبر قلبي. شو ما مثل الحمل الوديع عليكي. شو مسكين. شو؟ بعتذر. لا ولا يهمك حبيبي، اعتذارك مقبول حبيب قلبي. انت اصلا انا بعرف انك انت بتغار مني كثير 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 يعني، بس خلص ما مشكله، بدي اتحملك. شو بدي اعمل؟ انت حبيب قلبي وقرايبي. بعد عني، انا رايح. اني معقل فوت على اوضتي حبيبي. هلو، بمقلب جديد. تخيل تكون ماشي ويطلع لك واحد هيك، شو بصير؟ تعالوا نشوف. ليش انصدمتي؟ بسم الله، هينا سبعا. إن العيون التي في طرفها حور. هاي مان، هاو يو دوينغ؟ جود؟ حبيبي. عنا أحلى منه إذا بتقولي. اهلا وسهلا بدم، تفضل يا عنا. تفضلي عنا لوزات، عنا محلات، تفضلي. شو بدك عنا؟ بدك روحي لعنك. تفضلي. حل من هون. تفضلي. تفضلي عنا المحل، في عنا لوزات وليد وحياة وبيت. تفضلي عنا، عنا لوزات، عنا تيشيرتات، تفضل. شكرا شكرا. والله تفضل. شكرا. لا تستخدمي موبايل وانت عم تمشي. هي بس اللي عندنا بضاعة أحسن. تفضلوا 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 مدام، عندنا قطع، عندنا بلوزات. تفضلوا والليدي محيا. تفضلوا شباب. حبيبنا. تفضل شباب. تفضلوا عندنا فيها بلوزات، تيشيرتات. تفضلوا شباب. في عنا بلوزات جوا هذا الفندق. ويلكم تو اور ستور. تفضلوا لعنا المحل اذا بتكون. تفضلي مدام، عنا البسه، عنا تنين. تفضلي مدام، عنا بلوزات، عنا تيشيرتات، عنا بليكت. تفضلوا لعنا المحل. تفضلوا لعنا المحل. عنا تيشيرتات، عنا بلوزات، عنا مصان. شو وينه؟ هو رامي فوق عند كاميليا. يقبر قلبي فيدو، أصر بعد ما أجا من جلسة التصوير هو ورامي إنه يطلع لفوق لعند كاميليا مشان يسمع عزفة. وإمتى مسافر؟ آخ آخ يا محمود، يا ريته يضل عندي هون. إيه والله والله لحطه بقلبي وعيوني. ما اختلفنا يا ماما، بس إمتى مسافر؟ منى بتعرف شو عم بفكر؟ قلي. عم بفكر أحكي مع مدحت يجيب عيلته وولاده ونستأجر لهم بيت ويسكنوا جنبنا هون. هيك بيضل بيدو جنبنا وعم بيتابع رحلة السلمون وبيروح وبيجي لعنا كمان. يا سلام عليك، يا سلام عليك على هي الفكرة. دق له هلا هلا وخبره. لا لا لا، انتو شو عن جد انتو مستغنين عني؟ بغض النظر، انت ليه عم تسأل؟ ماما كيف يجوا يعيشوا معنا هون وانا موت يعني؟ قالوا مدحت حبيبي. ماما ايه؟ انا وهذا السايكو المحتال ما فينا نكون قرب من بعض.
حبيبي مو مشكلة، من هون لوقت ما يجوا بتكون انت لقيت لك شي غرفة برا البيت وبتستأجرها وبتقعد لحالك. ايه حبيبي، قررنا انا ومنى ان كان تجوا لعنا تسكنوا هون، لانه انا ومنى ما بقى نقدر نستغني عن الفريدو حبيب قلبنا. ايه خلص، ولا يهمك ولا يهمك، بكره بنحكي فيها بس تيجي. يلا بنتفق، ولا يهمك. اوكي سلام، الله معك. اهلين، سكروا الباب وراكم. مرحبا. أبا. لك يا هلا وميت هلا. اهلين وسهلين. لك لارا وينها؟ ما شفتها اليوم؟ نامت. محمود تخيل شو صار معي اليوم، نتال كتير حبته لألفريدو، وبدل ما تعمل لي الفوتوسيشن عملته لألفريدو، يعني هو اللي راح يطلع بالدعاية. طبعا لأنه محتال. الله يسامحه. وحبت كاميليا كمان وقالت له أنه وشك كتير كتير فوتوجينيك، ووعدتها بس صير دعاية جديدة أكيد راح تتذكرها. كاميليا؟ إيه كاميليا. غريب، هاكلنا تصحوا خير. محمود خليك شوي، بدي أحكي معكم موضوع مهم. خير حبيبي، شو في خير؟ أنا حاسس في شيء من جوات عم يتحرك. ما تكون أخذ برد مبارح جدو؟ لا 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 جدو، أنا قصدي إلك أنا عشقان. يا عمري. لا. يا عمري، سامع بابا؟ في دو كبر وصار يعشق ويتمعشى. وممكن نعرف مين هي حبيبي؟ كاميليا. كاميليا؟ لا أنا ما ممكن يكون أسعد من هيك. ألف ألف مبروك حبيبي، ألف مبروك. وراح أتجوزك. لا 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 لا. ليش؟ هاي طبعاً إذا وافقت. وليش ما توافق؟ البنت واعية وفهمانة وأكيد راح تقدر قيمتك. بعدين شو بدها أحلى من هيك؟ إجا ماله طيبة وخفة دم. عن جد هلا خطرت في بالي أنا أنا عم تخيل هو وكاميليا بالعرس. عن جد منظركم ضحك. عن جد قوم حبيبي، نكفي حديثنا جوا، قوم احسن من القعده هون. زيتو كيخو دي بوكو انيمالي. هلو، بمقلب جديد. بس لك شو لابس؟ انا؟ لا عم احكي على التليفون. هالشعرات التسعينات ما حدا مشط هيك. زبطتهم يا زلمة. اشتريت بسكيت جديدة؟ شو؟ اشتريت بسكيت؟ عم احكي على التليفون انا. ليش بتقلي ايه؟ دخلك يا طير اللقلق. انت لا لا. شو جايب لنا بهالكيس الزهر؟ ها؟ لابس طاقية اليوم؟ رمادي، الوز رمادي. خوط قديم ليش لابسه؟ عم احكي على التليفون. باي. جينز ابيض؟ لا لا مو حلو. لا سماوي مع كحلي ما بصير. ما عندك غير البنطلون هذا انت؟ لا ما عندك غير. لك توسخ جراباتك، بتوسخ جراباتك، توسخ جراباتك. البسه 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 بسرعه. ايه وجينز؟ بس لا لا هي مو حلوه، هي لابسها تحت مو حلوه. ليش لما يمسكني؟ واو نعم. أنا مستعدة أطلع صور معك مرة تانية. مشان تضحكي علي وتروحي تتفي معهم مثل هذيك المرة؟ لا لا، خلص بكرة بعد المدرسة، أوكي؟ أكيد. أوكي. بس على شرط. شو هو؟ ساعدني برسمة خريطة العالم. لك يا الله، لك بهالبيت ما حدا بيشتغل شغلة لوجه الله تعالى. طيب ماشي. موافق؟ شو بعمل؟ لا ما بدك تضلي ما تحاكيني. لا تبطل لقيم مع فيدو. انا مالي لقيم معه، بس هو بيعمل شغلات تستفزني. قال انا لقيم مع فيدو. واو شو طالع حلوه مثل الالياف. الهي ما يبلو ما يتخ، شو هاد طالع بتطير العقل. شكرا خاله منى. واو يا جماعة، نحن لازم نمشي.
يلا قبل ما نتأخر على الحجز. أوكي يلا باي باي باي. ما أحلى الحب يلي مثل العالم مو مثل حظي أنا. شو بك محمود؟ مين هاي؟ بسم الله عليك، هاي كامي. هاي نسخة مطورة عن كامي. بس هي نفسها هي البنت اللي كانت تنزل لعنا وتلعب مع جده بلاي ستيشن وكانت تلعب معي كونكان، وإذا غلبتني أنا كنت أضرب بوكس على كتفها. لك إيه بس مزبطة حالي شوي. ها؟ شوي؟ شوي وهيك، كيف ما زبط حالها كثير؟ شفت ما أحلاها؟ شفت؟ بتاخذ العقل. الله يتمم لها على خير هي وفيده حبيب قلبي. لا قصدي مو لابين لبعض. قصدك انه شكلهم بيضحك مثل ما قلت لي امبارح؟ كمان لا. قلبي حرارتي ارتفعت كمان حس. وين راحوا؟ عازمة على العشاء فيده يقبر قلبي. ما سمعتهم امبارح شو كانوا عم بيخططوا؟ ايه بس تأخروا. بسم الله عليك. لا انت اكيد حرارتك مرتفعة. ماما شو بك هلا طلعوا قدام عيونك هلا من دقيقتين؟ وهذاك اللي حردون الفريدو لابس لي قميص الجديد، كان لازم نبعت لارا معهم. ليش لابعت لارا معهم؟ مشان ما يروحوا لحالهم. يو ليش بقى؟ لاني ما بصير يروحوا لحالهم. بتعرف المحل اللي راحوا عليه؟ لا ما بعرفه. طيب طولوا ها؟ لك شبك لا أزدقك على كاميليا والفريدو خلصني منك محمود؟ محمود حبيبي ما صار لهم ساعة طالعين شو بك؟ فريد ما عم تعرف تلعب اليوم أعطيني لإلا لك يا حياتي اللي بيعطيني أمور أنت فريد. ما أحلى الحب يلي مثل العالم مو مثل حظي. أنا نازل دور عليهم. وين كنتي لهلا؟ كنا عم ما عم احكي معك. كنا عم نتعشى برا. ليش ما عنا اكل بالبيت لحتى تتعشي برا؟ بلا في عنا اكل بالبيت. شو عملتوا كمان؟ تمشينا. وين تمشيتوا؟ بالشارع. وين يعني؟ شو حكيتوا؟ شو حكينا؟ تعرفنا على وانت بعض. مين قالك تلبس لي قميص جديد كمان؟ يا محمود لا تعال العب كونكان. وبدك تعزفني موسيقى. بدك تعزفني موسيقى. بدك تعزفني خلص اصلا انا طالع انام. فيدو عيونه لفيدو تصبح على خير بشوفك بكره. وانت من اهل الخير. انت من اهل الخير. كنت بتشلح ثيابي وما بتلبس لي بيجامتي. شو فايق؟ شو طالع معك؟ طيب مزعلك فايق خود هاي. ما بتحكي ولا كلمة أحسن ما هو مضربك بوكسر لك سنانك. ها أوف أوف أوف. ليش بقى؟ عمل لك حبيبي يا فيدو طلو ولو نحن أخوة. صباح خير. صباح النور. صباح الخير. طيب بما أنه أخوة فينك تعيرني بدلتك اليوم روح أخذ بلا كاميليا؟ اليوم؟ ليش مستعجل كل هالقد؟ وليش لحتى ما أستعجل؟ يعني أصلا الحياة قصيرة وأنا كل ثانية عم ببعد عنها عم حس حالي بضياع. ليش هي وافقت؟ هلا هي ما وافقت يعني بس هي اكيد رح توافق. اها ليش بقى؟ يعني شاب مثلي انا بركاستي بجمالي بحنكتي بلساني يعني ليش حتى ما توافق علي؟ ليه؟ مستحيل طبعا محمود. اذا جهز البدله لانه اليوم رح اطلع انا وحفيدي نطلب له ايد الاميره كاميليا. ماما بتعرف فينا. مبروك. الله يبارك بعمرك على بال عندك. عوجد عود. هلو بمقلب جديد. اليوم عم دور على نظارات للعيلة بس ما عم اعرف شو بدي اختار لهيك قررت. مرحبا كيفك؟ بدي اختار نظارة ستي بس ممكن تقيسيها هي تشوفيها؟ ابعد عني اذا بتريد. ابعد عني. ليش؟ بس يصير ابعد عني. محتار بين هاي بس
ليه؟ فيك تقيس هاي بس شوفها بليز. لا ما لخ. بليز بس ثانية بس. بس محتار إنه. هاي دي الإسبانية. هو نفس الوجه لأنه. مرتاح فيه انت؟ طبعا بس بدي اشوف هي وخلاص. الله يبارك. بس هي اخر 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 وحده. الله يوفقك. اخر وحده اخر وحده اذا بتقبض. اخر وحده اذا بتقبض عيوني بيرجعوني. هي او هي لبابا هلو. بس شوف رح ترتاح فيه او لا. بس هيك هو بحب القصص والله. طيب طب بس هي اخر اخر وحده. لا ما جربك. بس هي طب هي 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 خلاص حلوه هيك. لا ما شاء الله لا هي لا هي لا 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 طب بس بس شوفوا بموديلها على ايه هاي حلوة. لا 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 طب قول بقى كمان. اهلي اهلي الله 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 شو هالشبوبين بتاخذ العقل؟ والله كانه خرطك الخراط وقلب مات. والله على راسي يا جده شكرا كثير لإلك، حلوه ايه؟ اه حلوه كثير. لك يا منى. نعم يا منى تعي شوفيلي هالعريس ما احلى ما شاء الله. لك جاي اسم الله اسم الله اسم الله ايش هو هذا شو هذا؟ تقبر قلبي وكبدي ورئتيني ايش هو هذا؟ الهي الهي لا تخ ولا تبلع، فطول فتلي لشوف. اسم الله اسم الله لك فشر ونجوم هوليود قدامك. جدو ممكن تقولي ليش انت هيك مأشك حالك ابكر من الوقت يعني؟ والله ما بعرف يعني قلت بجربها هيك بنعمل بروفا مو حلوه؟ لك بتطير العقل بتطير العقل عريس عريس لا 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 ليش؟ اسم الله عليك اسم الله. عن اذنك يا دولدي انا اجاني تليفون من حبيبه قلبي ولازم اروح احكي معه وبخلص وبرجع لك. اذنك معك اذنك معك جدو. الو لك ما تبلهش بوبي هات لك بوسي بتجنن. يلا رح روح كفي الأكلة وراجعت لك. يلا يعطيك العافية. ايه عريس عريس عكيفك مو؟ حلوة؟ جميلة جدا. شو هاي الأرقام مين كتبها؟ شو بعرفني مين في غيره أخوك المعقم؟ انت قد له هالحكي هذا؟ اسكت شوي اسكت. شوف بشرفك مو بتشبه ارقام اللوتو. بعد هيك نوم نوم انا رايح جيب ورد وجاي. هلو بمقلب جديد بس اليوم المقلب مع جده فريد. جده محمود معك الداحة؟ لا ليش ما معك الداحة حكي دي بفوق. مرحبا شباب الداحة الله يخليكم مشان تعالي الجارة. انا بشعل الله يخليك انا بشعل انا بنبسط انا بشعل مو حلو كثير. اعطيني اعطيني لا 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 الله يوفقك. لا لا حلو الضحك لانك يا عمر عيونك حبيبي خليني ولع انا كثير الضحك الله يوفقك. اعطيني اعطيني خلي لك اعطيني اعطيني الله يخليك شكرا. Believe I will give you tomorrow. Leave for me please. خلص لي الزلمه هذا شغله وهذا الله يسامحك حبيب قلبي. Why you wanna take it؟ قليلو ما ياخذني للداحة. عطينا الداحة شباب اسمعوا 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 دون دون نو نو بليز ثانك يو جيف ات باك نو جيف ات باك اند ذيس از فور يو اند وي ميك ا جوك وذ كاميرا لوك ات لوك ذير از ا كاميرا اتس جود ايفري ثينج ثانك يو هاي جود باي ثانك يو بليز مجنون. لك
حاجة تنفخ، حاجة تنفخ، وترتني. هلأ دقيقتين وبتلاقيه قدامك. ها ليكو. أخفى عليك يا دودي، خفتك تتأخر أكتر من هيك. جولييت ناطرتنا وأهلها لكاميليا كمان. والله يا جدو ما بعرف شو بدي أقول لك، بس كمان ما رح أقدر أشوفهم اليوم. ليش؟ لازم سافر فورا. فورا؟ فورا. ليش؟ بدي روح على الأردن. سرب السالمون يلي صار لي عم لاحقه 4 سنين قالوا لي إنه متوجع على البحر الميت، وإذا ما رحت كبست عليهم لهونيك بيكون كل شيء عملته راح على الفاضي. يا خسارة. فقلت لازم ضروري إجي ودعكم، ولازم ضروري تقلها لكاميليا إنه أنا بعتذر كتير 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 منها، بس أكيد رح أشوفها بعد كم يوم. ولا يهمك. إن شاء الله. يلا. بتوصونا شيء؟ تروح ترجع بالسلامة. يلا. وين مستعجل؟ محمود بشرفك سامحني إذا كنت ضيف غليظ عليك شوي. غليظ شوي؟ يعني أنا كنت بتمنى أقعد هون أكتر وشوفك أكتر يا ابن عمتي الغالية، بس شكراً كتير 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 من القلب لأنك أنت غيرت لي حياتي وأنت ما أنك عارفان كيف. أنا؟ حتى لو أنك ما بتعرف كيف، بس الأيام رح تكشف لك. إيوه. باي باي فيدو. باي. الله معك يا جدو، مع السلامة. شو هاد مجنون؟ لك هذا مو مجنون يا أجداب، هذا فهمان وزكي، هذا راح يدور على رزقه، على شغله، على حياته، مو مثلك يا لك. بري علي إذا ما بكون في نصب من وراء هالقصة هي، وما بكون اسمي محمود ابن شو اسمه السعادة، إذا ما بكون في نصب. إيه بس المهم هلا راح راح بس راجع بس راح صباح الخير. صباح النور. شو بكون زعلانين؟ يقبر قلبي، البيت فاضي بلا فيدو. خالي من السعادة. بتكون خالي من الغلاظة. لا تقرقني محمود، هاي يستر على أختك. مزبوط، هذا الرقم الثالث مين حلو؟ أنا. إمتى؟ امبارح الظهر. هي متتالية في بانشي. أيوة. وكيف بده يتحقق حلمي ويصير غني؟ هلأ هي الأرقام تشبه أرقام اللوتو. معقول؟ إيه ممكن، 6 أرقام وأقل من 43. بس أنا ما بعرف أسحب لوتو. ما هي سهلة، بندخل على موقع اللوتو بنشوف كيف. ها؟ إيوة. شو هي الأرقام؟ 3 5 8 13 21 و34. لك أيه؟ هي الأرقام الربحانة بالجائزة الكبرى. شو؟ ربحنا ربحنا. لا 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 لا، لحظة لحظة شوي. شو؟ لا نحن عنا الأرقام هون على اللوح بس ما عنا بطاقة، يعني في حدا تاني ربحان المصاري. شفتوا؟ لقد تلكم مرة واحدة وثقوا فيني، بس مرة واحدة وثقوا فيني، ما بتوثقوا فيني ولا بتهتموا فيني، لكن تحرقوا خلصكم من حياتي هاي بس. إيه استنى استنى شوي استنى شوي. من المرات القليلة التي يربح بها شخص واحد الجائزة من دون مناصفة، وكانت من نصيب الفائز ألفريدو مدحت الفريد. هلو بمقلب جديد، بس اليوم برنامجنا سعادتك بتهمنا. شو اسمك؟ محمود سعادة. يعطيك العافية، نحن من برنامج سعادتك بتهمنا بدنا نسألك كم سؤال يا زعلان. شو اسمك؟ سمير. واتس يور نيم؟ بس شو رأيك برياضة بدول عربية؟ برياضة. أنت بتحبي رياضة؟ لا ما بحب.
شو اسمك؟ اسماعيل. حبيب غندورة. وشي باريس. What's your name? What's your name? Your cat. Your cat? You cat? ولا I cat? هي هي ليه تعملها هيك؟ يعني ليه ما بتعملها هيك كلها؟ مزاج. حلوة 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 حلوة. كان في واحد ماشي بالحمرة لابس جاكيت أسود. محمود ايه لساتك عايش؟ لا محمود يلا ماما انا ما انا شو حكيتوا بالك هو ده ما معك ما انت قل له كم نوع